دلوقتي للكنافه الكدابه. مقاديرها سهله وبسيطه. اساسيها بيتعمل بتوست. طب انا ما عنديش توست هعمل ايه؟ كده كده اصلا كله هيتحط في الكبه، اعمل ايه؟ هجيب الفينو بتاعنا اللي هو العادي الرغيف اللي هو بربع جنيه او نص جنيه، او لو عندي كايزر بايت او عندي فينو بايت هروح ماسكاه ومقشره الوش بتاعه بالسكينه، سواء الكايزر او الفينو هقشر الوش بتاعه بالسكينه، واخد القلب بتاعه اقطعه قطع صغيره واروح حطاه في الكبه زي ما هعمل دلوقتي. ما عنديش توست ومش عايزه اجيب توست وعندي فينو، هستعمل الفينو عادي اي القلب بتاع الفينو، مش هستخدم الوش بتاعه. ادي التوست اهو، هنعمل كده ماشي. ننزل بالمقادير على ما اقطع التوست بتاعنا علشان نديله ضربه في الكبه علشان يبقى ناعم معانا خالص ومفروم، ونشوف هنعمل فيه ايه تاني عشان نعمل احلى كنافه كدابه. كنافه الكدابه ديت اصلا بيعملوها في السعوديه كتير. انا دقتها قبل كده من واحد صديقي دقها قبل كده، كان واحد من دبي هو اللي عملها وقال له عليها، وقال له ان في السعوديه بيعملوها كتير قوي لان في اغلبيه الاوقات ما بيكونش عندهم كنافه، فاخترعوا الموضوع بتاع الكنافه الكدابه ده، بتدي نفس الشكل لكن بمكونات مختلفه. مقاديرنا نزلت على الشاشه. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ كيس توست او لبابه فينو اللي هو القلب بتاع الفينو. عندي حاجتين، يا اما الحشوه بتاعتها يا اما جبنه موتزاريلا يا اما القشطه الكدابه. هقول لكم مقادير القشطه الكدابه ايه لما نيجي نشتغل فيها ان شاء الله. وعندي زبده مذابه كميه حوالي مثلا كوبايه، ومعايا السيرب اللي هو المتوسط بتاعها كوبايتين سكر كوبايه ميه وعصره ليمون، ده السيرب بتاع الكنافه. بعد ما بنقفل عليه خالص بنحط رشه فانيليا. معايا ايه للوش للتزيين؟ عندي فستق، عندي ما عنديش ما فيهاش اي مشكله، ممكن ما زينهاش بس لربنا رزقني بيه. انا النهارده هزين، ربنا كرمني بايه؟ بفستق وزر ورد، ده اللي هزين بيه الكنافه بتاعتنا. نرجع دلوقتي لحاجه حاجه. قلنا التوست اهو قطعناه الحروف بتاعته ورحنا حاطينه في الكبه علشان نفرمه. ما عنديش توست، هاخد اللبابه بتاعت الفينو او القلب بتاع الفينو، عندي فينو بايت عندي كايزر بايت ومش هيتاكل خلاص، اروح ماسكاه مقشره الوش بتاعه بالسكينه واروح واخده القلب بتاعه بس، هقطعه واروح حطاه في الكبه علشان يتفرم بالشكل اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي. نعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بقى شكله عامل ازاي. صباح الفل، صباح الفل يا همت. صباح الفل يا حبيبتي. صباح انا خالتك ام محمد. ازاي حضرتك عامله ايه يا جماعه؟ قلت 100 مره لما اكون ست كبيره عرفوني. أنا صباح الفل والله. صباح الفل يا حاجه ام محمد، عامله ايه؟ والله بموت فيك. ربنا يبارك في عمرك يا رب، تسلمي لي. وبحب اسمعك كل يوم. ما تحرمش منك ولا من متابعتك ابدا، تسلمي لي يا حبيبتي. الله يخليك يا بنتي ويخلي امك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. والنبي يا بنتي انا عايزه اخزن التين البرشومي. التين البرشومي عيوني، حاضر. بس كده ابني بره وعايز ياكله، ما اكلوش في السعوديه. طب انت هتخزنيه وتبعته له؟ طب ما هو لما تبعته له هيبقى يا دوب ان هو لو يتعمل عصير او يتعمل مربى، مش هياكله زي ما هو. لا مش هبعته له، ده هو نازل. هو نازل بعد العيد. طب انت عايزه تخزنيه ليه؟ ما انا خايفه يكون خلص. لا مش هيكون خلص والله، لما يوصل بالسلامه مش هيكون خلص، لان انت لو خزنتيه من دلوقتي وهو على ما يجي بالسلامه او يجي تاكليه بعد العيد هيكون طري، مش هينفع ان هو مش هيلاقيه الواحده بوحدته. معايا محمد؟ فصلت؟ طب حاولي تكلميني مره تانية او لو سمعتيني. على يوم السبت مش هيكون خلص، ده هو الموسم بتاعه يا ماما، ما تقلقيش مش هيكون خلص، ربنا يرجعه لك بألف سلامه يا رب. تمام كده ان شاء الله هيرجع بالسلامه ويكون موسم التين لسه ما خلصش، لان هو لسه ده هو ده عزه، هتلاقيه موجود ويرجع بالسلامه وياكله بصحتين وهنا يا حبيبتي. نيجي دلوقتي وانا بكلم الحاجه ام محمد، عملت ايه؟ خدت التوست بتاعنا اللي احنا فرمناه، او لو عندنا زي ما قلت لكم لبابه الفينو او الكايزر، فرمتها في الكبه ورحت حاطه عليها الزبده بالشكل ده، اكننا بنعمل كنافه بالظبط بالمنظر ده كده.
وهعمل ايه؟ هروح جايبه الصينيه بتاعتنا، مش هدهنها اي حاجه لان اصلا التوست بتاعنا اهو متشبع بالزبده بتاعتنا، وراح عامله كده واعمل كده. اكني بعمل صينيه كنافه بالظبط. في بقى الحشوه بتاعتها حاجتين، يا اما هحشيها جبنه موتزاريلا زي ما انا ما هعمل النهارده، يا اما الحشوه الثانيه اللي هي القشطه الكدابه. القشطه الكدابه عملناها قبل كده كذا مره، وهي مقاديرها عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن لبن حليب، بنحط معلقتين كريم شانتيه، 3 معالق لبن بودر، معلقتين كبار نشا، ممكن معلقه دقيق، كل ده بنحطه على البارد ومعاهم السكر، ونقلب نقلب نقلب على البارد لحد كل المكونات بتاعتنا ما تدوب خالص، وبعد كده بنرفعهم على النار مع التقليب المستمر طبعا علشان تدخل معانا، واول ما تتقل معانا نبدا تسيبها تبرد خالص، وبعد كده نروح حشين بيها. دي القشطه الكدابه بتاعتنا. كده انا عملت الكنافه اول طبقه منها، وراح عامله كده. عايزه تحشي موتزاريلا احشي، عايزه تحشي قشطه كدابه زي ما انت عايزه. هنحط كده، بصوا بقى كده. طبعا لو حطيتها على الوش هتبقى الفرولة معايا ومش هتملى خالص، وبطط كده اهي، وابدا ان انا ارص حتت حتت علشان تقفلي وتداريلي كل الطبقه بتاعتنا اللي فوق. عايزين توست عندنا ماشي، ما عندناش بنعمل بالقلب بتاع الفينو، مش هنجيب حاجه من بره. ما عنديش جبنه موتزاريلا ولا توست، هعمل بقلب الفينو وهعمل القشطه الكدابه، هتطلع معايا نفس النظام. كده لحد ما اقفل كله. بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة. مش هتتخيلوا منظرها ولا هتتخيلوا طعمها الا لما تطلع في الاخر، ومش تبقوا عارفين يعني. هي لو اتقدمت لاي حد من غير ما يعرف دي ايه هيعرف دايما كده، اول ما يبص لها اول نظره ليها هيقول لك ده كنافه، ده كنافه. لكن لما يجي بقى ياكلها ويعرف المكونات بتاعتها او انتوا تقولوا له في اللحظه دي بس هيكتشف ان هي كنافه كدابه. طبعا ايه الميزه اللي انا عاملاها اساسا النهارده بجبنه موتزاريلا؟ عشان انا عايزاها ان هي تبقى شبيهه، يعني احنا ما استكفناش ان هي تبقى كنافه، لا عايزاها كمان ان هي تبقى زي النابلسيه، ان انا لما اجي اشد القطعه منها كده تبقى جواها الجبنه الموتزاريلا بتمط معايا. هنطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ نكون جبنا كميه من التوست عشان نكمل الصينيه بتاعتنا ونسويها. هنسويها بايه؟ بلت ايدينا بزبده، وهنروح مسويين الوش عشان كله يبقى ميه واحده. حطينا الكنافه في الفرن، عملنا مهند عمل لي شويه التوست، ورحنا حطينا على الوش، ورحنا مقفلينها ورحنا حطيناها في الفرن علشان لما تطلع تشوفوها معانا ان شاء الله. رجعت من الفاصل، عملت ايه من الفاصل؟ زي ما حضراتكم شايفين كده طلعنا الكنافه وقلبناها على طبق بالشكل ده، وادي السيرب بتاعها اهو. السيرب بتاعها يكون متوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني كوبايتين ميه على كوبايه سكر. بعد ما يبدا يغلي معانا نروح نازلين بعصره الليمون، وفي الاخر خالص بعد ما نقفل نروح حاطين رشه الفانيليا كده. تمام، انا عايزه اقطع حته منها ونطلعها نشوف اخبارها ايه. مكعبات المكرونه زي ما حضراتكم شايفين كده، نجيب الصينيه دي كده السيرب بس كده يبقى تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشربات يكون بارد وهي تبقى سخنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا فاطمه. صباح النور يا مريم. الو الو مع حضرتك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. سامعاك يا ماما. طيب يا فندم، كنت عايزه اعرف طريقه الكيكه بالشوكولاته. حاضر عيوني، حاضر هقولها دلوقتي حالا. والله ليك اي طلبات تانيه؟ نورتيني حبيبتي باتصالك. ادي كده الكنافه بتاعتنا الكدابه اللي عاملينها بالعيش التوست. ما عندناش عيش توست، هنعمل ايه؟ هنروح عاملينها بلبابه الفينو، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيش اي حاجه بفضل ربنا بتقف معانا، كل حاجه وليها البدايل بتاعتها. مش شرط ان انا عشان اعمل حاجه حلوه اكلف نفسي كتير. ما عنديش فستق، انا النهارده ربنا كرمني بفستق، ما عنديش فستق مفيش اي مشكله، اعمل سوداني، اعمل اضعف حاجه تعتبر السوداني، ما عنديش اي حاجه في البيت، هروح مقدماها زي ما هي بالشكل ده كده. انا حاطه بس زر الورد علشان يديني لون مختلف، ما عنديش في البيت ما فيهاش اي مشكله. الشاورما معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، انا قطعت منها شويه في الفاصل مع حبه طحينه بقى كده مع رغيف عيش سوري او رغيف عيش بلدي، هتلاقوها معاكم في منتهى الجمال.